كثير من الأشخاص اللي هن محبين لهذا الفصل اللي بيعتبروه فصل الطاقة الإيجابية وفصل التغييرات بعد يمكن فصل كامل من الشتي والكنكونة بالبيت، ومع هي التغييرات طبعا بيحبوا يغيروا بديكور البيت بطريقة تريحهم أكثر وتناسب الطاقة الحلوة اللي هن فيها. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع المهندس المعماري طبعا ضياء عكاري، رح يرافقنا رح نجاوب على كثير من أسئلتكم. صباح الخير ضياء. صباح النور، يسعد صباحكم وصباح جميع المشاهدين. اهلا وسهلا، يسعد صباحك. يعني هلا فتره كل الناس عم تغير ديكورات البيت لانه عم تعزل بعد الشتويه، ففي لمسات معينه بيحبوا يعملوها خاصه بالربيع، يعني انه بيحبوا يشوفوا الطبيعه، يغيروا مثلا اذا كان في فسحه خارجيه يعملوا قعده. اليوم في كثير افكار يمكن فيهم يعملوها بالرغم من بساطه المكان الموجودين فيه. تمام، خبرنا اول شيء عن هذا الشيء. هلا اول شيء بدنا نعرف هلا احنا شو عم يصير احنا حوالينا بموضوع فصل الربيع والتغييرات اللي عم تصير. هلا مو دائما اي تغيير شرط انه يكون هو تغيير ايجابي، ولو انه احنا هلا بنطلع من فصل الشتاء، فصل بارد، فصل مطر، هواء، قاعده بالبيت، مضبوبين، بنطلع هلا على فصل الربيع نوعا ما بصير في انفتاح اكبر، بصير في شمس اكبر، عم نتعرض لاشعه شمسيه كبيره، يعني هي التغييرات هي مو دائما بتكون ايجابيه. مشان هيك كثير اشخاص بهالفترات هي خصوصا الفتره الانتقاليه بين الشتاء والربيع بيتعرضوا لاضطرابات نفسيه، ممكن يتعرضوا لاضطرابات بالوزن، ممكن كثير مشاكل تصير معهم نتيجه هي التغييرات. فاول شيء بدي نوه عليه انه مو دائما احنا لما بدنا ننتقل من حاله لحاله هذا التغيير دائما ممكن يكون ايجابي. ف يعني هلا ممكن اشخاص تصير معهم مشاكل، فهي الشغلات هي لازم نكون واعيين لها انه هي نتيجه هي الفتره الانتقاليه اللي عم نتعرض لها. دائما مع كل فتره انتقاليه صار هذا التغيير. طيب انا عرفت هلا شو صار عندي، عرفت المشكله، بدنا نعرف العلاج. هلا اول شغلتين انا حابب نوه عليهم قبل ما نفوت بموضوع الاثاث وموضوع الديكورات، اللي هن موضوع الغذاء اللي كنتوا عم تحكوا عليه قبل شوي وموضوع الرياضه. هذول الشغلتين هن كثير كثير مهمين خصوصا بهي الفتره، لان دائما مع التغييرات هي اللي عم تصير انا بحاجه شيء يثبتني من جوا، حاجه شيء يعطيني دافع او يعطيني طاقه ايجابيه من جوا قبل ما انا اخذ هي التغيير او هي الطاقه من برا. فالغذاء والرياضه هن اهم شغلتين انا ممكن احافظ عليهم خلال هي الفتره بانتظام. مجرد انا حافظت على الرياضه او يعني مارستها بانتظام وعاداتي الغذائيه كمان كانت كلها منتظمه، انا هلا هون ممكن نشوف هلا شو ممكن نعمل بديكورات المنزل. هلا اول شيء مثل ما تفضلتي هلا كلياتنا عم نعمل تغييرات، عم نعزل، عم نقيم سجاد، ممكن يعني هي التغييرات كلياتها هي شيء ايجابي بتغيير الفرش بالبيت، ولكن قبل ما انا اعمل هي التغييرات انا بحاجه تنظيف. فكيف نحن ممكن ننظف؟ اول شيء دائما في عندنا الملح. الملح هو يعني من الشغلات الأساسية دائما بالتنظيف بالمنزل. ممكن أنا أستعمل الملح، ممكن أشطف في مي وملح البيت، بس بدي أنتبه كتير منيح لأنه أنا ما أستعمل هاي المي، مثلا شطفت هاي الغرفة أو هذا المكان، ما أستعمل هاي المي بباقي الأماكن، لأن دائما هي يعني هي حملة الرواسب، حملة الطاقة السلبية من هذا المكان، فأنا بدي أتخلص منها، ما في داعي إني أنا مشيها بكل البيت. بمجرد إنه أنا نظفت المنزل تبعي أو نظفت الغرف وهيك صار فيني انتقل انا لاعمل ترتيب جديد. طيب هلا هذا الترتيب الجديد على اي اساس بدي اعمله انا؟ اول شيء بدي انتبه لموضوع الاتجاهات، الشمال والجنوب عندي، وين اتجاه الجنوب وين اتجاه الشمال. طيب شو السبب؟ الاتجاه الجنوب دائما هو اللي بيحمل الطاقه وبفوتها لقلب البيت، يعني دائما انا عندي تدفق بكل المكان بكل الاماكن من اتجاه الجنوب للاتجاه الشمالي. هذا هو مسميه احنا الحقل الكهرومغناطيسي الارضي. دائما هذا الحقل هو بيحمل لي هي التاثيرات وبفوت لي اياها لقلب المنزل، فانا بدي انتبه كثير منيح شو موجود عندي على جهه جنوبيه من المنزل على نطاق كبير، وبعدين فوت على نطاق اصغر اللي هو نطاق الغرفه تبعي على الجدار. هي الغرفه شو موجود على الاتجاه الجنوبي؟ فانا دائما اول شيء بدي ابعد عن المؤثرات السلبيه، الشغلات اللي بتحمل طاقه سلبيه بدي احاول بعدها عن الاتجاه الجنوبي مشان ما تحمل هذا التاثير. شو ممكن غرفه خاصه تحمل اشياء سلبيه؟ اول شيء الاجهزه الكهربائيه، الاجهزه الكهربائيه دائما هي بتحمل تاثيرات سلبيه بالمطلق. يعني ممكن انا ممكن باوضه القعده يعني بعد التلفزيون عن الاتجاه الجنوبي ممكن احطه على الاتجاه الشمالي، او ممكن احطه باتجاه محايد اللي هو الشرق او الغرب، هون ما بيعمل تاثيرات ضاره بقلب المكان. ممكن كمان اذا عندي غرفه مثلا غرفه قاعده، هلا دائما النار كمان لها تاثير منيح،
بس احيانا ممكن هذا التاثير المنيح يزيد عن حده، يعني دائما هي نوعيه جيده ولكن الكم ممكن يختلف عندي حسب الغرفه. فاذا انا مشغل مثلا صوبيا كنا فصل الشتاء من الصبح للمساء، او اذا في عندي شغلات مثلا ممكن تحمل نار مثل الفرن، ممكن الغاز، هي الشغلات كلها هي بتحمل كمية أو نوعية طاقة منيحة ولكن الكمية تبعها كثير كبيرة، فممكن هي الكمية على طول تفوت عندي لقلب الفراغ تعمل لي مشاكل للأشخاص أو للعالم اللي قاعدين بهذا الفراغ. طيب في حال أنا كان عندي هي التأثيرات، أنا ما بقدر، يعني ممكن يعني ظروف تحكمني إنه أنا مضطر إني أنا أحط التلفزيون على الجنوب، تمام على الجنوب، ممكن يكون في عندي فراغ شغلات تانية بعيدة عن البيت مثلا، ممكن يكون في أوتوستراد مثلا مثل هون، هذا الاوتوستراد ممكن يعني الازعاجات هي كلها اللي عم تفوت، كيف بدي حيدها او كيف بدي اعالجها؟ هلا بصراحه هون احنا عاملين شغله كثير حلوه اللي هي بدي احكي لكم عليها، اللي هي النباتات والزرع اللي حاطين على هذا الحيط. هلا هذا الجدار هو جنوبي، كمان عم تفوت التاثيرات لقلب البيت، فدائما احنا النباتات عندنا هي مغير نوعي جيد وكمي كمان جيد، فدائما انا بدي احاول اوزعها على الاتجاه الجنوبي. تغير لي نوعيه الطاقه ودائما هي بتحمل نوعيه طاقه متوازنه. فانا وين ما حطيتها باي فراغ هي دائما عم تحمل لي طاقه حلوه عم تفوت لي اياها لقلب البيت. كمان بدي انتبه لموضوع التشميس وموضوع التهويه، كمان هدول كثير كثير مهمين. اغلب اللي احنا يعني اغلب الاوقات بالشتويه يعني نتجه لجو الكنكنه، بنضل قاعدين بقلب البيت ما بنفتح شبابيك كذا، فهذا الشيء هلا هالتغيير هذا اللي صار هو شيء منيح. فانا اذا ما كنت عم احصل على تشميس جيد ممكن على القليله انه انا اهوي البيت كل يوم الصبح لمده ربع ساعه نص ساعه حسب الامكانيه. فهذا الشيء كمان بيحمل لي تاثير طاقي كثير كثير منيح لقلب البيت. هلا شغله كمان هلا هي بدي انصح فيها زملائي المعماريين بوقت التصميم، انا دائما بدي احاول ابتعد عن وضع الحمامات والمطابخ على الجهه الجنوبيه من المنزل، لانه دائما هي فيها تاثيرات سلبيه، ممكن تحمل لي هي التاثيرات خصوصا الحمامات، هي التاثيرات هي كلها بتفوت لقلب البيت ممكن تعمل لي مشاكل بالغرف اللي بعدها. المطابخ ممكن تعمل تشتيت بالطاقه، ممكن يكون في تغيير كمي مثل ما حكينا قبل شوي، فانا بدي احاول ابتعد عن هي الازعاجات فقدر الامكان. فيعني نحن بنتلافى المشكله بمرحله التصميم مشان ما يكون في مشاكل لقدام اضطر انا يعني اتجه لعلاجات ثانيه. طب بما انه الوضع الاقتصادي شوي صعب اليوم على الناس، خلينا نحكي اللي بدها اليوم تعمل لمسات وتغير بمنزلها، كيف هي تستفيد من قطع معينه موجوده عندها بالبيت ترجع تستخدمها باسلوب جديد، يعني تعمل ديكور جديد لبيتها؟ تمام. هلا بدنا ننتبه لشغله دائما انه احنا قطع الاثاث اللي عندنا هي ما انا شيء بيعطي طاقه، هي دائما شيء ممكن يكون عائق للطاقة وممكن يكون ممتص للطاقة وممكن يكون ما يعمل أي تأثير، ولكن انتبه له كتير منيح إنه أي قطعة فرش شو ما كانت تكون إذا ظلت بنفس المكان لفترة كتير طويلة رح تعمل لي مشاكل بتدفق الطاقة. لنفرض إنه عندنا نهر ماشي وأنا حطيت صخرة كبيرة بقلب هذا النهر، أول يومين ما رح يصير في تأثير، بعد أسبوع ما رح يصير في تأثير، ولكن على مدى الشهور والسنين ممكن يصير في عندي خلل أو بصير في عندي مثل رواسب طاقية بقلب هذا المكان اللي انحطت فيه هي الصخرة. نفس الشيء بالنسبة للأثاث، الحقل الكهرومغناطيسي لما بده يتدفق دائما إذا صار في أي عائق قدامه فممكن يصير في رواسب أو يصير في شغلات مترسبة بقلب هذا المكان تعمل لي مشاكل. فأنا أول شيء يعني أي قطعة فرش حطيتها دائما بدي انتبه أنا لأول شيء بدي نظفها على طول بالمي والملح، ممكن أمسحها بالمي والملح. ثاني شيء أنا ما بدي خلي نفس الترتيب على طول بقلب البيت، ممكن كل فصل مثلا مثل هلا على الربيع ممكن نحاول نغير ترتيب الاثاث ولو انه يعني بشيء بسيط، ممكن يعني بس طقم الكنبايات ممكن نزيحه ونفتله شوي اذا ما كان في امكانيه لتغيير اكبر. طبعا اذا في امكانيه لتغيير اكبر هو شيء منيح. هلا ممكن بغرف النوم انا يعني خصوصي الخزان التخوت هي صعب انه انا اتحكم فيها، يعني ممكن يكون كثير محكوم، فاضعف الايمان انه انا على القليله طالع كل شيء اغراض بقلب هي الخزانه، نظفها منيح، امسح الخزانه هي بمي وملح، ارجع رتب الاغراض مره ثانيه بقلب هي الخزانه لحتى ما يصير في عندي رواسب او لحتى ما يصير في عندي عوائق لتدفق طاقه بقلب الفراغ. تمام. كثير من الاشخاص كمان بيهتموا بنوعيه الالوان سواء الالوان البارده او الحاره، وبيشوفوا انه ممكن حتى الالوان البارده مثلا بهي المنطقه ان كان صالون وان كان غرفه نوم، شو هو الشيء الصح باختيار الالوان وتوزيعها؟ هلا الشيء الصح باختيار الالوان هو حسب نوعيه هذا الفراغ. احنا في عنا 7 مراكز طاقة رئيسية بقلب جسم الإنسان، كل فراغ من الفراغات مسؤول عنه مركز طاقة من هدول المراكز. فإذا فرضنا أنه أنا بدي
اعمل الوان او دهان لغرفه القعده. نعم. طيب شو النشاطات اللي انا ممكن اعملها بغرفه القعده؟ انا ممكن اجلس، ممكن اقرا كتاب، ممكن استقبل ضيوف. هي النشاطات كلياتها بحاجه لنوعيه طاقه متوازنه، لانه انا عندي نشاطات متعدده. فاللون مسؤول عن التوازن هو اللون الاخضر. فانا بدي احاول ابتعد مثلا عن الالوان الحاره اللي هي الحمر الاحمر والاورنج وهي الالوان، لانه انا هون ما لي بحاجه يعني كميه طاقه كثير كبيره، ولو انه احيانا ممكن احتاجها، ولكن التوازن هو اهم حاليا. فانا ممكن الجا للون الاخضر، ممكن الجا شوي للالوان الحاره ولكن بنسب خفيفه. هلا مثلا غرف النوم انا بحاجه نوعيه طاقه هاديه اللي هي مسؤول عنها بشكل اساسي اللون البنفسجي والالوان القريبه منه ودرجاته. فانا دائما بدي اشوف الفراغ اللي عندي، وبدي اشوف نوعيه الطاقه اللازمه لهذا الفراغ لحتى انا استعمل الالوان المسؤوله عنه. نعم، نحن بنتشكرك كثير على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وان شاء الله الكل بيكون استفاد من هالمعلومات ويكون فعلا في تغيير هيك بيجيب الطاقه الايجابيه ان شاء الله للكل. شكرا لك. شكرا كثير لكم. انا حابب بس هيك لمسه اخيره، نحن هلا بشهر كثير حلو، شهر مرق علينا مناسبتين كثير حلوين اللي هن اول شيء مناسبه عيد الام، انا حابب اوجه تحيه لكل الامهات بالعالم، والعيد الثاني اللي هو عيد المعلم. دائما ما بدنا ننسى اصحاب الفضل علينا، بدي خص بالذكر الدكتور عمر الحلبي والدكتور سمير حموده، بوجه لهم شكر كثير كبير. اكيد استاذ، اكيد نحن كمان بنشكرك وبنضم صوتنا لصوتك، اكيد تحيه لكل المعلمين وعلى كل الامهات ايضا، وشكرا لك ضياء ولكل المعلومات اللي قدمت لنا. شكرا كثير لكم، يسعد صباحكم مره ثانيه.